برحب بحضراتكم مرة أخرى في الزراعية مباشر. معايا على الهاتف الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة. برحب بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بسعادتك. كل عام وحضرتك طيب وبشكرك على المجهود اللي بتقوم بيه. أنت يعني فعلا قدمت الكثير والكثير للقطاع الزراعي، وملف الأسمدة من أهم الملفات. موقفنا إيه بالنسبة للموسم الشتوي الحالي؟ والله الحمد لله. أولا بنقول لكل يعني إخواتنا المزارعين والمصريين كل سنة وحضراتكم طيبين بحلول السنة الجديدة 2020، وإن شاء الله يكون عام أمن وأمان واستقرار آمين. ورخاء على بلدنا يا رب العزيزة جمهورية مصر العربية. آمين. وعلى سائر العالم كله. طبعا بالنسبة لي إن إحنا دلوقتي النهاردة خلاص بدأنا في شهر يناير، كل المحاصيل الشتوية تقريبا دلوقتي بتستوفي كل المساحات المستهدفة منها، سواء من بنجر السكر او من القمح او من الشعير او من الفول او من المحاصيل القائمه على مدار العام زي المحاصيل البستانيه او القصب. في رعايه كامله ومتابعه صارمه وبالذات مستلزمات الانتاج من التهاوي ومبيدات وعلى راسها طبعا اللي هو الاسمده الازوتيه. أيوة. الاسمده الازوتيه نحط لها الحمد لله بفضل الله نحط لها برنامج كويس ونحط لها يعني استراتيجيه كيفيه يعني كيفية يعني حل المشاكل أو الاختناقات اللي كانت بتحصل خلال الأعوام الماضية، لأن طبعا كل مشكلة بتفوت علينا ما بتفوتش علينا كده، لازم بندرسها كويس وبنحط لها إيه نقدر نحلها إزاي. طبعا عملنا 2 باركود لمتابعة الأسمدة من المصانع إلى أماكن التخزين، عملنا لجان مراقبة صارمة داخل المصانع الإنتاج نفسها بتديني على طول كل عربية بتطلع في غرفة عمليات مباشرة عندي في قطاع الخدمات بيتصلوا بيا ويقولوا العربية طالعة وعلى المحملة كام تم وهتطلع من المصنع هي وهتتحرك وهتوصل للمنفذ الفلاني. تمام. بيتم طبعا ده شغل يومي بيومية زي ما بيقولوا دفتر يومية بترصد حركة كل السيارات المحملة بالأسمدة وهتروح فين وهتتخزن هتوصل امتى. احنا عاملين برضو عندنا زي كده دليل تليفونات خاص بجميع الجمعيات حوالي 7000 رقم، بنحاول نعمل جشني باتصال مباشر للاماكن اللي تم ارسال الاسمده اليه للاطمئنان برضو على الوصول. بيتم ختم اللي هي بنوست الشحن ب 2 باركود زائد الختم العادي اللي هو الكوبيا القديم، ويتم ارجاعه لنا وبنراجعوه ونطبقوه على الكميات اللي تم الوصول اليها. طبعا في متابعه ميدانيه مباشره برضو من شؤون المديريات الى الجمعيات. أيوه. للتاكد من الصرف الفعلي من خلال الجمعية على المنتفعين أخواتنا المزارعين للتأكد من وصول الحق إلى أصحابه وبالذات صغار المزارعين كأولوية أولى، ثم اللي بيمتلكوا مساحات أكبر فيما بعد مرحلة أولى برضو أو بنعتبرها في المرحلة الثانية في المتابعة بتاعتنا. الحمد لله الشتوي احنا كنا ساعات مع كل موسم زراعي بنبدأ بحصة أولية وبعد كده نبدأ استكمال الحصة فيما بعد. السنة دي بفضل الله دخلنا على الموسم الشتوي عندنا يعني نسبة كويسة من الأسمدة، بدأنا ندي تعليماتنا من حوالي شهر فات صرف كل حصة الشتاء. أنا مزارع بيتوجه إلى الجمعية الزراعية أو منفذ الأسمدة بتاعه بياخد كل الحصة المخصصة له للموسم الشتوي ويحطها بحيث برضه نرفع عن كاهل أخويا المزارع إن هو يروح مشوارين للجمعية الزراعية أو منفذ توزيع الأسمدة الخاص بالحكومة يحس ياخد السماد بتاعه دفعة واحدة. احنا عارفين طبعا ان السماد عادة بينحط على اكثر من دفعة على دفعة او دفعتين او اكثر وفي مواعيد مظبوط، فاحنا حاولنا السنة دي الشتوى وهذا الموسم ان كل الأسمدة تصل للمزارع في الوقت المناسب حتى لا يكون هناك اي تأثير سلبي على الانتاجية من وحدة المساحة في اي محصول منزرع في المحاصيل الشتوية. ندعو الله الاستمرار على هذا النظام على هذا المنهج للدخول الى الموسم الصيفي ان شاء الله، ونكون كده طلعنا من عنق الزجاجه ونبدا نعمل متابعه كامله للاسمده بتاعتنا ان شاء الله مع الموسم الصيفي باذن الله. ان شاء الله. عايز اسال حضرتك على منظومه الكارت الذكي وصلت لفين؟ والله منظومه الكارت الذكي دلوقتي هي طبعا تم اطلاقها في محافظه الغربيه ومحافظه بورسعيد، وان شاء الله في القريب العاجل هيتم اطلاقها في 4 محافظات اخرى، البحيره والشرقيه في الوجه البحري واسيوط وسهاد في الوجه القبلي، ثم تباعا الاطلاق على العام على مستوى الجمهوريه باذن الله. يعني من المتوقع كده قبل 7 القادم يكون الكارت في يد كل اخواتنا المزارعين
وبنأمل إن شاء الله إن هذا الكارت ما يقفش على المستلزمات فقط، ولكن يكون إن شاء الله كارت يسهل ممكن يزيد كل الخدمات عليه من الناحية النقدية اللي هو جارد ورصدها حاليا إن شاء الله. إن شاء الله. بالنسبة للقطن وهو الذهب الأبيض، النهاردة كان فيه وزراء قطاع الأعمال والصناعة والزراعة يبحثوا استكمال تنفيذ استراتيجية النهوض بالقطن، وزارة الزراعة شريك أساسي، تعقيب حضرتك على هذا الاجتماع إيه؟ والله احنا بالنسبه للقطن المصري، هو القطن المصري ربنا وهبه ان ليه باحثينه هنا في معهد بحوث القطن، وهو بيعتبر يعني زي ما بيقولوا يعني بيعتبر يعني السما او الماركه العالميه اللي بينكتب عليها الايجيبشن كوتون او القطن المصري. أيوة. فدي ماركه عالميه احنا بنحافظ عليها محافظه لصيقه من خلال مركز البحوث الزراعيه معهد بحوث القطن، وعندهم اصناف واعده وقصيره العمر وجيدة في كل المواصفات العالمية. طبعا بالنسبة للبيئة المصرية بتهب القطن المصري أحسن الصفات وأحسن المميزات، وبنقول أن القطن المصري إن شاء الله هيتنميه بخير، لأن هو حتى لو تم اقتباسه أو زي ما بيقولوا استدراجه لأي دولة أخرى مش هيبدغ الصفات اللي هي المرغوبة أو الممثلة. لكن كوزارة زراعة يعني حضرتك أكدت على دور معهد بحوث القطن، وده مهم قوي عشان أحافظ على الأصناف وعلى زيادة الإنتاجية، فده الدور الأساسي لوزارة الزراعة اللي هو الإرشادي الإنتاجي. الإرشادي الإنتاجي زي ما قلت سعادتك كده، وهو دي الدور الأساسي لوزارة الزراعة. طبعا إحنا مش هنقول وزارة زراعة، إحنا كلنا حكومة، فالمهم لازم يكون إن شاء الله في المستقبل القريب التعانق الكامل ما بين كل الوزارات المختلفة التي لها صلة بالقطن المصري، سواء من الإنتاج أو التسويق أو وزارة المالية أو كل الوزارات المختلفة، يعني في عديد من الوزارات بتشارك في محصول القطن المصري. فعلا هو ملف يعني حكومة، ملف حكومة كاملة، ملف حكومة وليس وزارة منفرد. بشكرك بالتوفيق يا دكتور، كل عام وحضرتك طيب مرة تانية. دكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة. في الخط الساخن ده غرفة عمليات موجودة بوزارة الزراعة علشان تلقي أي مشاكل خاصة بالأسمدة. المزارع اللي بيتابعني النهاردة وعنده مشكلة يكلم الأرقام دي 02-33-7-33-59 02-33-7-33-59 هقوله مرة ثانية 02-33-7-33-59 أي مشكلة في الأسمدة نكلم الرقم ده أو نكلم 02-33-7-3-4-2-1 أي مشكلة خاصة بالأسمدة في صرف الأسمدة، أصل مديري الجمعية ما بيصرفش، أصل قالوا لي تعالى بكرة، أصل الكمية مش متوفرة، لا نكلم 02-33-7-3-4-2-1 وهم دلوقتي موجودين على الشاشة وأنا قلتهم أكتر من مرة.